السلام عليكم، مرحبا بكم مع طبخ ليلى. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم شوربه العدس الاحمر بالعصبر. كنحتاجو فيه 250 غرام ديال العدس الاحمر، كنحتاجو جوج معالق كبار ديال العصبر يابس، ومعلقه كبيره ديال الكمون حبوب، كنحتاجو كذلك نص بصله كبيره مشلضه، واحد فص ديال الثوم قطعناه، جوج معالق كبار ديال الزيت العاديه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال السكنجبير. هاد البصله كنحتاجوها للتزيين. اول حاجه كنبداو بها كناخذو كاسرونه كنديرو فيها الماء وكنزيدو عليها العدس، كنديروه يتصلى، في نفس الوقت كندوزو للتحضير ديال القزبر. كنديرو تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال زيت المائدة، كنزيدو عليه القزبر والكمون حبوب، وكنخليوهم غير كنشمو الريحة ديالهم، كنزيدو البصلة مقطعة اطراف صغار، كنزيد تقريبا شي معلقة كبيرة ديال زيت العود، خاصنا نردو البال معاه حيت دغيا كيتحرق. صافي غير الريحة ديالو كنبداو نشموها، كنزيدو البصلة مشمضة وتشومة، وكنخليوها يتقلى، كنزيدو عليه معلقة صغيرة ديال الملحة أو على حساب الذوق، كنزيدو شوية ديال الخرقوم البلدي تقريبا معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة ديال السكنجبير، وكنخليوها حتى كدبل لينا هاد البصلة. صافي الخليط طفينا عليه، ممكن نزيدو الا بغينا نزيدو الحار، ممكن نزيدو الحارة الخضراء، نقطعوها اطراف صغار ونزيدوها عليه. والعدس ديالنا فيما تبان لينا هاد الرغوة كنديرو معلقة وكنحيدو بها داك الرغوة الفوقانية. كناخد كاسرونه كندير فيها شويه ديال الزيت المائده، كنخليوه حتى يسخن شويه، كندير فيه البصله ديالنا اللي قطعناها شرائح، وكنخليوه حتى تحمر مزيان حتى تكرمل باش نزينو بها لاصوب ديالنا. ما كنديرو فيها لا ملح لا والو باش تحمر لينا، حيت الا درنا الملح البصله ديالنا ما كتحمرش شد بال. هذا هو الشكل الاخر ديال البصله، متخافوش راه ما محروقاش، هي خاصها تكون بحال هكا. كنديرها في الزلافه باش نصفيها من داك الزيت، هاد البصله كتجي المذاق ديالها زوين في لاصوب، بزاف د الانواع ديال لاصوب. كنلاحظوا الصوصه تيكون مقرمش،
كناخذوا العدس ديالنا من بعد ما تصلع، كنزيدوا عليه الخليط ديال القزبر والبصله. هنا العدس خليته حتى برد، كنخلطو وكنطحنو في المولينيكس او الخلاط الكهربائي. كنخوي في الخلاط الكهربائي، وكنديروه يطحن. الخليط ديالنا طحن مزيان، ريحته كتبان لذيذة بزاف. كنقدمو في شي زلافة، ما تيكونش خاطر بزاف وما تيكونش جاري بزاف. كناخذوا شويه الخليط ديال البصله، وكنحطوها على هذا الشكل. كنتمنى لاصوب ديالي تكون خفيفه وسهله في التحضير وتعجبكم، وبالصحه والراحه.